أنا غياث ظاهر، المسؤول الميداني في منظمة أطباء العالم مكتب إدلب. منظمة أطباء العالم تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في كثير من المواقع شمال غرب سوريا، ونحن الآن في إحدى هذه المواقع وهو عيادة كلي الواقع في مخيم أزن ضمن تجمع مخيمات كلي. تخدم هذه العيادة أكثر من 22 مخيم بقرابة 55 ألف نسمة تقريبا. أقرب مركز صحي أو مشفى يبعد عن هذه المخيمات أكثر من 7 إلى 10 كيلومتر، مما أضفى على هذه العيادة أهمية بالغة لتقديم الرعاية الصحية للناس الموجودين في هذه المخيمات. قاتل الحميد من مخيم البشير تجمعات جبل كلي. كان قبل وضعنا قبل تحديد النقطة الطبية كنا نعاني بشكل كبير من المسافة، يعني من مسافة لأدلب أو للمدينة يعني ما يقارب 10 كيلومتر أو 15 كيلومتر عندنا مسافة نقل، وكثير من الناس ما عندها حتى آليات تخدمها نقل، ولا عندها أحيانا عندهم أجور نقل لينتقلون إلى المشافي. وكمان الأمور الكشفية المعاينة بالنسبة للدكاترة بشكل خاص يعني كمان الناس لا تملك هذا الكشفية. أما حالياً توفرت النقطة الطبية هاي وعلمنا فيها نحن بشكل كبير هذا التجمع وأنشأونا إياها، وفرت خدمات بالنسبة للتجمع بشكل كبير جداً. نحن بنطالب يعني دكتورة نسائية ليلية أو مناوبة ليلية لهالمخيمات، ودكتور أسنان أو دكتورة أسنان تكون في التجمع، لأنه تجمعنا كبير جداً ويحتاج إلى هذه النقاط الطبية الثانية.